اخر مش مننا احنا خالص يعني. كمل يا حبيبي، كمل يا حبيبي. هو صحيح الحويني لم يشرح لهم كتاب التوحيد ولا اصول السنه ولا تناول عقائد المحدثين، وشرح مثلا ابواب من البخاري ومسلم. كل جلساته مواعظ يقولها منذ 30 سنة وما زال يكررها ليومنا هذا. انتقل الاهبل المدخلي في كلامه عن الشيخ الحويني، بيقول لك الشيخ الحويني مالوش شرح كتب ولا اي حاجه خالص، بقاله 30 سنه بيتكلم في مواعظ وحكاوي بيحكيها وخلاص يعني. طيب الصوره اللي امامك دي وقفها، دي الكتب اللي اتطبعت للشيخ الحويني، والصوره الثانيه دي كمان يبقى وقفها، ودي الكتب اللي تحت الطبع او اللي اتمها الشيخ الحويني، بس عشان تعرف ان الشيخ ليه مجهود علمي طيب. لكن ده مدخلي بيهدر كل عمل الشيخ او اي شيخ طالما هو مش من حزب المداخله. انت الان طالب علم وجالس في حضره الحويني، تريد ان تتعلم التوحيد، يلا تفضل خذ التوحيد من الحويني، تفضل يلا. وقلنا ان توحيد الربوبيه يشترك فيه الكافر والمسلم كله، كل اجناس الارض توحد الله عز وجل توحيد الربوبيه، نحن والنصارى واليهود وكل من يلتصق بكتاب الى السماء يوحد الله عز وجل توحيد الربوبيه. طب انت ايه مشكلتك مع المقطع اللي انت جبته للشيخ الحويني؟ انت شايف ان المقطع ده فيه خطا يعني، في استدراك على الشيخ الحويني؟ نبه حذر واحنا معاك لو في خطا. عند الحويني النصارى الذين يعبدون بشر والشيعة الذين يرون بأن الأئمة يتحكمون في ذرات الكون يشتركون معنا في توحيد الربوبية عند الحويني. هذا مفهوم الحويني لتوحيد الربوبية، يعني نحن والنصارى وكل أجناس الأرض نشترك في توحيد الربوبية، موحدون يعني. انت شايف ان الشيخ الحويني لما بيقول توحيد الربوبية بيشترك معانا فيه كل العالم من مشركين، وده خطأ صح كده؟ وانت بتقول النصارى خلوهم زي المسلمين في توحيد الربوبية، والشيعة وغير الشيعة، ده اللي انت تقصده يعني. طيب تعالوا نشوف مين بيقول بنفس الخطأ تاني. توحيد الربوبية هو الإيمان لله وصفات الفعل الخلاق والرزاق ومدبر الامور ومصرفها ونحو ذلك، وان مشيئته نافذه وقدرته كامله. وهذا هو الذي قر به المشركون. المشركون قروا بان الله خالقهم ورازقهم ومدبر امورهم، وان خالق السماوات وخالق الارض هو توحيد الله في افعاله. ده الشيخ ابن باز رحمة الله عليه بيقول لك ان توحيد الربوبية اشترك معانا فيه كل المشركين، وبما ان النصارى وبما ان الروافد من المشركين فعال يعني، كفار قريش كانوا بيؤمنوا بنفس الكلام ده، الا وهو توحيد الربوبية. تعال اوريك كمان حد تاني بيتكلم عن نفس النقطة، لان الحويني ما عندوش خطأ في النقطة دي. الايمان بالربوبية مستقر في فطر الناس، بل حتى الكفار المشركون يعتقدون ويؤمنون ويقرون بان الله هو الذي خلق، وان الله هو الذي يملك، وان الله هو الذي يدبر. قال جل وعلا: ولئن سألتهم أي المشركين من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فالكل يعتقد بأن الله هو الخالق، أما أن نؤمن بأن الله هو الخالق فحسب، هذا يؤمن به اليهود والنصارى والمجوس والهندوس والبهايم والحشرات، الكل يقر بأن الله هو الخالق. أدي الشيخ سالم الطويل وهو أحد مشايخ المداخلة، ولكنه أقل حدة من باقي المداخلة يعني، بيقول لك برضو توحيد الربوبية ده مستقر في عند الناس كلهم يعني. لكن برضو كلام سالم الطويل إن الربوبية أو توحيد الربوبية موجود عند المسلم وعند المشرك. توحيد الربوبية أقر به المشركون، توحيد الألوهية رفضه المشركون ولم يؤمنوا به وعبدوا آلهة أخرى وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وادي شيخك محمد سعيد رسلان اللي انت حطه على القيمة الشمال في بداية الفيديو بتاعك، بيقول لك ان توحيد الربوبية اقر به المشركون، اي ان الشيخ الحويني لما قال الجملة بتاعته ما فيهاش اي خطأ. اقول لك حاجة، تعالى اوريك الشيخ ربيع قال ايه. بيقول ان توحيد الربوبية يؤتى به كأدلة وبراهين على الكافرين والزمهم لانهم يعترفون به، كتكوت عين امك يعني، انت معترض على ايه يعني؟ ما هو ده باجماع اهل العلم، بل في ايات قرآنية بتقول الكلام اللي قاله الحويني ده يعني. الحويني بيستند الى ايات قرآنية، خد بالك مش كلام الحويني ده، كلام كل اهل العلم. لكن بما ان الولد اللي انا برد عليه ده مدخل اهبل يعني، فهو بيتصيد الاخطاء. عرفتوا المنهج ده يا جماعه الى اي درجه منهج قبيح؟ تعالى اوريك الشيخ الفوزان وهو بيقول لك ليه العلمانيين والليبراليين والحدثيين النهارده بيتكلموا ويركزوا على توحيد الربوبيه، ما يجوش ناحيه توحيد الالوهيه، ليه يا ترى؟ توحيد الربوبيه ما خالف فيه احد، ولو اقروا به ما نجاهم من النار حتى ياتوا بتوحيد الألوهية.